مشاهدينا الكرام لباقي حصة 100% فوت، كنا توقفنا عند البطاقة الحمراء، تكلمنا على الجمهور القياسي وشيء رائع ما حدث وما جرى في ملعب حرشة حسن أو في قاعة حرشة حسن تتويج المولودية بكأس الجمهورية لكرة اليد. كنت حاب تضيف شيء أمين؟ حبيت نكمل بك وش قال عليه في نفس السياق. أظن باللي تكلم لك على رجال اللي كانوا حاكمين المولودية، أظن سيبريه سوناطراك، سيبريه تمد أموال وكذا، انت هذوك تجيب لي واحد انت يخدم في سوناطراك، في سوناطراك انا لعبت في هذا الفريق هدايا، وكان عندي وكان سمح لي شارف لعبت في هذا الفريق، نظن باللي يجيب لي هنا يخدم معايا واحد من سوناطراك ما يعرفش كره قدم. كنت تجبد لي انت يا عبد القادر ظريف مستوى كبير، مستوى كبير بيان سور، تما كانت مولوديه الديليتي يتركوا العام يلعبوا على الشامبيون يلعبوا على الكوب دافريك. نظن هذه سوناطراك لازم يعاودوا يرجعوا شويه حساباتهم، يديروا الرجل المناسب في المكان المناسب. واضح. حاج كمال الحراش اين هي من كل هذا؟ جمهور الحراش اللي كان يصنع اجواء رائعه، انتم اللي كرمتونا صافي سيزون سيتو كاحسن جمهور، احسن جمهور عطيتونا الشاك فيه. واش نقول لك، كوما يجي واحد يخلط الحراش ينحي منهم بزاف، ينحي الجمهور. لا الجمهور ولا كان نشوفوه مازال حتى الان يتنقل مع الفريق، يتنقل بصح الفريق اللي ضعف يعني في التسيير في كل شيء. شوف احنا بكري كنا نقول لهم اللي يجي يعاون مرحبا، احنا كنا نقول لهم دوك راك حاصل ما تعيطش للواحد جي، انا ما نروحش لك ديريكت، انا بعث لك واش خصكم واش نكون معاكم كفريق تاع القلب تاعي انا الحراش على العين والراس. على العين والراس. بصح على كل حال نقول لك ما تعاون، ما تقولش الرجال راه تعاوني من بعد تقول لهم لازم لها رجال. انا ثاني كنت نقول لازم لها رجال، صافي وليت وكاع الكلمه الهضره تاعي الاولانيه، انا ما نقولكش حاجه واحده اخرى. اللي يحب الحراش ما يخليهاش كيما راهي دركا، خاطش ما بقالناش والله غير رانا دخلنا في واحد الكولوار الله يسلك على خير. نقول الحديث في القسم الثاني على فريق اتحاد الحراش وباقي الفرق، ونبقاو مع البطاقه الحمراء، نمروا لما يحدث في بطولتنا المسكينه، نقولوا المسكينه. شاهدوا هذه الصور، فريق غيريزان لم يتمكن من التنقل من غيريزان صبيحة اللقاء إلى بوفاريك. اللاعبين شاهدوا حتى لباس ماهوش لباس موحد، اللاعبين راهم أمام البيس ما تنقلوش لأنه ما كاش المازوط، قالك ما كاش كون يخلص المازوط تاع البيس وما كاش كون يخلص وجبة الغداء. شيء غريب وغريب جدا ما يحدث في كرة القدم الجزائرية، في وقت أن القسم الثاني قيل بأنه بيع، تم بيع الحقوق لفيفا بلس، وأن هذه فيفا بلس راح يستفيدوا من أموال 40% منها يروحوا للأندية على القسم الثاني. أو الفريق ما لقاش يا جماعة الخير، ما لقاش باش يخلص المازوط تاع التنقل صبيحة اللقاء، ما داروش ميزوفر صبيحة اللقاء، اللي جوا طلعوا في البيس ما كاش دراهم، قالك ما كان لا فطور لا المازوط باش يروحوا لا الكيني لا الميدسان، ما كان حتى واحد. فريق اصبح نحينا بك لابوند حمزه من فضلك حتى الصور تظهر جيدا. لاعبين ما لقاوش حتى الاموال للتنقل، كاين لاعبين يجوا في الستوب من ديارهم كاش ترونسبور، ما عندهمش اموال، وهذو لاعبين كلهم شبان ابناء غيريزان، قال باش ما نخلوش الفريق هكذا، جاوا على السبعه تاع الصباح باش يتنقلوا الى بوفاريك من اجل لعب مباراة بوفاريك أو سريع غيريزان مع وداد بوفاريك. لا حياة لمن تنادي، رغم أننا تحدثنا عن هذا الموضوع وقلنا يا جماعة الخير الفريق هذا أو يمثل ولاية، أين هي السلطات المحلية؟ أين هو الرئيس؟ أين هو الرئيس السابق؟ أين هما الناس اللي لاعبين ما يظهروش حتى أنهم يمثلوا فريق غيريزان؟ واحد لابس سيرفاتما، واحد لابس بوحدة بيضاء، واحدة كحلة، واحد لابس فيستا، يعني خلونا نسمعوا لهذا اللاعب وما قاله. راكم تشوفوا في الوضعيه اللي رانا فيها، البارح تفاهمنا باش اليوم نروحوا ان شاء الله لبوفاريك على 7 تاع الصباح، حنا الحمد لله هذا ما كانش عندنا مشكل، قلنا الفريق تاعنا وكاع مبكروا معليش ما لبغاتنا نباتوا. من جينا الصباح تفاجأنا باللي ما كاش مصاريف تاع التنقل، ما كاش. قلنا لا فطور، ما كاش فطور، ما كاش باش نديبلاسو، مكا سما غادي نروح. وحنا الحمد لله حنا درنا اللي علينا كلاعبين، جينا بكرنا وكاع ما قال هذا الفريق تاعنا، بصح ما كاش ما وصلنا والو، عندنا شغل حاجه كاع تيريا ما عرفش موفرينها لنا. ليكيبمون كل واحد شي لابس ايكيب ناسيونال دو سيرا غيليزان، هذا ماشي فريق صغير فريق كبير، ليكيبمون ما كاش اللي عنده، مصاريف تاع التنقل ما كاش،
تيب روحك تهضر على الركبه، جوار ما عندهاش باش يركب باش يجي من دارهم لهنا، ما عندهاش باش يركب. جوار في الناسيونال هادو يخمم باش يركب باش يجي هنا باش يترين. ليكيب ما مكاش لي بالون، تجو تشوفو خاوتي ما طيش بالون، ما طيش تدير بها باس، ما كارثه اخويا كارثه والله. ما عندنا ما نهضروا. اذا لما نتكلموا على اصلاح رياضي شامل، البعض يقول لك راكو تطلبوا حاجه كبيره، هذه ماشي لازم لها اصلاح رياضي. يجب كل المسؤولين تاع كره القدم يغادروا الطاوله، لما تفشل يجب ان تغادر الطاوله. رئيس الرابطه سيد علي مالك، انت راك رئيس الرابطه تاع القيس هوات منذ سنوات وسنوات، اليوم تقول تم منع وسائل الاعلام من تغطيه حتى ما يشوفوش واش راهو يصرى، ربما لي زاربيت واش راهم يديروا واش راهو يصرى في المباريات. قال لك لا، لانه تم بيع الحقوق، والحقوق اللي بعناها الفيفا بلس هذه قال لك 40% 60% تستفيد منها الرابطه، وهذا شيء مقبول ومرحب به. 40% يستفيدوا منهم النوادي. هاو السيد قال لك المازوت باش نروحوا ما كانش، على الاقل قدموا مساعدات لهذا النادي باش ما تفوصيوش الشامبيونه، باسكو الشامبيونه فا اتر فوصي. فريق راهو في المرتبه الاخيره كي ما يتنقلش، يربحوا بارفور في بو فريق يزيد ما يتنقلش، يزيد يلعب ادوميسيل يعني تخلط البطوله، يزيدوا ينحوا لهم ناقص نقطه، هما ديجا في الناقص راهم ثلاث نقاط فقط مساكن. والله وايضا غيريزان، هذه غيريزان كامل ما فيهاش رجال اللي يقدروا يوقفوا يوجدوا الفريق يروح يتنقل يلعب مباراه في كره القدم في القسم الثاني. ما نلحقوا على باقي الاصناف، الله يستر باقي الاصناف مازال ما طليناش عليهم. نستمع لما قاله ايضا المدرب ثم نعود للنقاش. باش نروحوا ما كانش لي فري تاع لي ديبلاسمون. جات اليوم رانا من 7 تاع الصباح قاعدين لهنا قارو في الصطاد جوسكو ميتون، راهي 9 ما كانش تاع واحد، ما كان تاع واحد اللي جا ولا اللي يقدم مساعدات ولا اللي يقدم اعانه، ما كان والو. ما عندنا دراهم لا تاع مازوط، ما كان دراهم لا تاع اكل لا تاع شرب، ما كان والو. لحد الان راهي الساعه 9 رانا قاعدين، وانا ما نطيقش نريسكي بولاد الناس، ندي ولاد الناس لا اكل لا شرب، ما كانش مام با دراهم تاع المازوط، ما كانش مام با لا طبيب لا سوانيير لا تاع واحد. لي سوانيير جا سوانيير كثر خيره بارك الله فيه، ما كانش، ما عنده لانستيزي، ما عنده ايلاستون، ما عنده. قال لك باش نروح انا شنو نروح ندير. هذه هي الحاله اللي راهي تدور فيها سريع غليزان، وحنا ما باليد حيله. الله غالب، الله غالب، وحنا بدون تعليق، لا يمكن التعليق على ما نستمع اليه. نتمنى من السلطات ان تستمع لكل ما يحدث في كره القدم الجزائريه، ما تسمعش الى الطرف الاخر. تو فا بيان، كلش مليح، انا نسيروا في البطوله واجتماعات على المكتب الفيدرالي يحضروا كاع رؤساء الرابطات كان شيء لم يحدث. هاو الواقع، هاي ارضيه الميدان. كاميرا الهداف كانت الكاميرا الوحيده الحاضره في هذا التنقل. محمد قاسي سعيد، تعليقك. عندي حتى تعليق، لا بدون تعليق يا رضوان. مازوط ولا ما كانش باش تروحوا ومن بعد تجي تهضر لي على لي دروان، مانيش فاهم انا. ياك لخصت كلش رضوان، قلت وغري نحيو لي تروا بوان هذوك خلاص ما تحسب حتى حاجه، خاطر ولا بداو فورفي تسمى راك عاقبت الاولين هذوك. والله ما عندي حتى نو كومونتير. امين اكسس سي كراف، هذه الحاجه نظن باللي اليوم باش الحق فريق ما عندوش مازوط وما عندوش اكل، هذه حاجه والماء ما كاش مياه معدنيه، حاجه شغل حاجه ضعيفه هذه، بجديه اضعف حاجه يروحوا. قال لك رحنا صباح ما كاين ميزوفير اسمه ما كاش لي فري بزاف، قالت على الاوتيل ولا نظن باللي مازوط. شحال مازوط؟ 4000 دينار الي روتور، 5000 دينار وفطور، شحال الفطور؟ 2 ملايين 3 ملايين 30000 دينار. نظن باللي هاد الحاجات هادوما بالونات قال ما كانش. هضر تكلم اللاعب هذاك، انا بصح كاينه حاجه اليوم ثاني السلطات المحليه لازم تتدخل تنقذ الفريق هذا. بعد كي يهبطوا يا سيدي يحطوا اموال كثيره باش يصعد. ما راهمش يقول لكم مدوا لنا 40 مليار في العام. السلطات المحليه تتدخل، كاين ولايه، كاين بلديه غليزان، نظن هما يعاونوا الفريق هذا باش يديبلاسي برك. ماهوش يقول لكم انا نلعب على الطلعه ولا اكسيسيون ولا، هما ينقدوا اللاعبين هذوما اللي لاعبين مساكن سيدي جان يحبوا البالون. وين حبيت هذو اللاعبين؟ وين تبعتهم لجهه واحده اخرى يديفيو يحبسوا بالون يروحوا مع بيش وين يروحوا؟ صح، نظن باللي هذه حاجه مؤسفه وصوره مؤسفه ثاني لكره القدم الجزائريه. علي بن شيخ، لما تكلمنا على اصلاح رياضي البعض اتهمنا بالجنون، قال لك انتم حبيتوا تبدلوا العالم، هذا ماهوش لا نقولوا السرتا اللي يتكلموا في لي ريزو صحاب هادو تاع اللي راهم يستكلفوا بالفوتبول اللي يقولوا الصوره تاع الجزائر كي تكلمنا احنا على هذاك الميكي هذاك تكلمنا على هذاك هكذا نقولوا موره اللي يضحكوا علينا الناس.
اليوم كاع لي بي صاير دايره يشوف يشوفونا اليوم دوك يشوفوا هذه والعشيه يعلقوا عليها كيعلقوها على الصوره تاع من هذه تاع الجزائر. شكون اللي هلكها هذه؟ الناس اللي راهم يستكلفوا بكره القدم هم عارفين بلي هذه ماهيش بروف ماهوش احتراف ولكن راهم شادين في المونسونج هذا ومن بعد يقول لك لا الصوره تاع الجزائر هاي لك الصوره تاع العيب ماتش فورفي اون ولايه كيما ريليزان هذه وحده الثانيين يا سي لامين المير ولا الوالي كيما قلت انت لازم يعاون ما يعاون لا مير لا والي اسمح لي الوالي عنده مشكل تاعو عنده الولايه المير الطريق الطروطوار الشغل السكنه هاو الوالي واش دي بريوريتي لا بوبيلاسيون تاع ريليزان انتوما ما كاش احتراف هادو لي يستكلفوا بفلوسهم با لي بروبليم دي والي ولادو كل والي التهاب بكلام ما بقى والو اما نوليو نحبطوا المسؤوليه تاع الفوق نرجعوها في هاد السينما هاد فرق واحد اخرين راني جايك على هادي راني جاي لهاديه ما يعاونش الوالي لازم الناس اللي السلطات من وزاره الشباب والرياضه والروح يا ولدي لازم يتراجعوا هل نديروا احتراف حقيقي هاو ما نديروش احتراف حقيقي انت تتكلم مقبله هذا والحراش والريليزان وكذا كيف كات كلب عندهم شركات كبار قد اسمها والاخرين ما كاش وتتكلموا على الاحتراف واحد اخر هاو راح فورفي تبهديله وتتكلموا على الاحتراف لا يفو كوناريت سو ماساك السلطات يتخذوا قرار باش نيكيليبريو لي شوز ونسقموا الحاله باش نروحوا على تاريخ وحده وي ماشي ولايه ما تعطي دراهم ولايه اخرى ما تعطيش دراهم دوك هالدروا ما ديروش البوليتيك بالفوتبول صح الوالي كيشوف سي باسا وكذا بالك وقيل الغاشي هاي راني اعطيتكم ما تعطيش الاموال اللي ما كان جات امور تمشي على حالها كاين طريق وحده تمشي الاحتراف ريزان لحقت لهذه الدرجه ما لازمش تكون كاع في الاحتراف بوكو دو كلوب ما لازمش يكونوا في ناسيونال دو سي هو ايه مام ناسيونال اون انا نهضر معاك شحال نخطر نقول لك بلي مام ديفيزيون اون نحي الشركات هاد الاربعه ولا خمسه مش عارف شحال كاين نحي وخلي لي سبونسور السبونسور يخير هو وين يروح للكلوب هذاك والله العظيم ما يدخلوش من الفوق ما يدخلوش يخليوا الامور تمشي كاين بوكو دو كلوب ديفيزيون اين يصرى لهم كيما ريليزان يروحوا فيها علاش نقول لك الاحتراف او يديروا ان فون ناسيونال بور تو الموند سون سوسيتي سون انتربريز بور تال وكذا لا سي لي سبونسور ولا دي ريفينير سبور دو بيرفورمانس كانا كيف حل كيما كانت بكريه ولا خيروا بصح بدون الجهويه المشكل تاع الجزائر الجهويه المشكل تاع الجزائر كاين مول الجهويه سي لو فو دي كلوب بروفيسيونيل ولا وي كلوب بروفيسيونيل يا اخويا ما يهمش انت ماشي قادر تجيب الاموال يا اخويا تلعب اماتور حنا مانيش ما حبوا يحكموا احتراف تاع الصح صح هذه تعود للمسؤولين ثاني شكون مسؤولين تاع الرابطه هذه اللي حاكم الرابطه القسم الثاني هذه رابطه الهوات القسم الثاني هذا المسؤول هو ثاني كيف انت لي كلوب تاعك ماشي امر لا لا شكون لا 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 المسؤول الاول هي السلطات العليا تمد اوامر اسكو ديروا احتراف حقيقي ونمشيوا على السكه كما تقولوا انتم يبقى ما مسؤول لمده 40 سنه واحد ما يحاسبوش خليني جايك لا ما تدخلوناش ندخلوا في هادو ما اللي هلكونا كاع الناس ولا تتكلم في هذه الصفه هذه لوتوريتي سوبريم دون انستركسيون سوا الاحتراف تاع الصح احتراف حقيقي هادو ماشي احتراف هادو ما كاين لا شركه لا ريان دي تو اللي نجم يعيش اللي ما نجمش يعيش ما يعيش اللي يطلع وما عنده ملعب فيه حيط صاير ضير ماشي احترافي ما يطلع كاين قانون تبقوا القانون ما فهمتيش باش تهضر على هذا الموضوع يعني جايك انا اليوم بعد تزول لي لي على اللي تمنع التلفزيون باش او الصحفيين باش يكوفري تقول لك لا راني بعت لي دروا باش يستفادوا القسم الثاني انا جايك يا سي رضوان راني جايك ليك الفضل انا جايك توجور لوتوريتي دا دو دوني بار لو بي دو مينيستير لا فيديراسيون ال دو نو دوني دي انستركسيون واحد ما عنده دروا يمنع لا بريس تدخل
واحد بيرسون ايتون دوني كو لو بريزيدون دو لا ريبوبليك عطى عطى حريه التعبير وهادو ما سي بور انفورمي لوبينيون بوبليك ماهمش يديروا في البوليتيك يديروا الرياضه ويكشف العيوب تاع الناس اللي تكره الجزائر هادو ما ممنوع عليهم يمنعوا دو كان دروا يمنع ما تدخلش لا بريس قال لك بعد الفيفا بصح وين راهي لا بريس هنا متحده لا بريس اسكم تحديد ما خلاهمش يدخلوا واش لا لا ما خلاهم يدخلوا نروحوا نبداو نهضروا كي النسوين يتحدوا لا بريس يا بوكو تشوز افير بور كو سي هاد السيد اللي راه ما عارف شكون هذا اللي يمنع ما عندوش دروا لازم لا فوا تاعهم تلحق للفوق تلحق للمينيست والمينيست يلحقها ما عارف وين باش هاد السيد هذا دو كال دروا ديجا يمنعها دو كال دروا اي واحد يقعد نتايا 200 سنه في بوست وين دو كال دروا غاناتيك ما يقعدش 200 سنه في بوست دوكا دروا الجزائر تاع كاع سي تان بي لو بلو جون او موند على ما يطلعوش دوت شباب اللي يعرفوا سبور ويخدموا هذه اللي نقول لك المشكله راهو في القانون يا رضوان هذه سي تون ايماج عيب 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 فورفي انت تقول لي ما تقوليش انت المازوت المازوت سير يعني نابورت كي يخلص لك المازوت شحال المازوت 400,000 يدير لك المازوت ما ماشي المشكل في المازوت المشكله في مازوت المشكله راهو في الساندويتشات تاعهم المشكله راهو في ليكيبمون راهو بالونات والمشكل راهو في كان الطبيب ما يحضرش كيف الطبيب ينجم في الطريق ما يصرال وكذا لازم سي تانتو ما كاش دونك هذه الور الناس اللي يتكلموا نقولوا لهم غير سكتوا شويه لان احنا كي نديفوندي ونديفوندي بور لالجيري نتوما كنت هاديه ما كنتش دايرين خدمتكم وراه هنا الدور تاع هنا كان لا فيديراس كيفاش الكلب هذا لازم يبان هذا الكلب شكون اللي ريسبونسابل عليه شكون ما كاش يا خويا روح وكاع الله يسهلوا هذه اونيكيب سينيور الور يا ما دراكا اللي الدراري تحت تكلموا انتم احنا نقولوا كلمه الحق باسكو نيم نوتر انتم ماشي تحبوا روحكم رضوان وهذه اسمح لي اختصار ما بقاش وقت كثير ولايه دوش قلت لك مثل ولايه يعطيك الصحه انا نروح للحاج كمال لانه راه معنا اليوم باش يتكلمنا على واش يحدث في القسم الثالث هذا القسم الثاني الا تخشى بان انتم انديه على القسم الثالث لانهم كلهم ما يشكيو عين بنيان مثلا لوامير اولمبي العناصر كثير من النوادي حتى في الشرق في الغرب راه عندهم مشكل تاع انسداد على مستوى المعونات ما كاش مساعدات للفرق البعض يقول بانكم انتوما او المسؤولين تاع الفرق هادو ما قدمتوش لي بيلون وبالتالي ما نعطيكمش اموال باش توزعوهم لو تحكي لنا كيس كي سباس باش ما تصرالكمش واش صار غيليزان في القسم الثاني لا معونات لا حتى شيء على كلش على غيليزان احنا عندنا راه في دراسه عندهم درامي يمدوا لي كلوب تاعته كاين باه يمدوا بصح نساوها واحد ما يراقب فيهم كاين كان رواه بكري شيخنا كان يمد ودوكا يحبست كاع نهضر الواقع ولا يقول لك احنا في القسم الثالث تاعتا احنا الدي جي اس يحصلها في الوالي والوالي يحصلها في الدي جي اس وكيما نقولوا شحال عندكم ما تلقيتوش المساعدة عندنا من 2021 يعني في لا سيزون 2020 ما تلقيتوش مستحق احنا عندنا لي بيلون دائما عندنا لي بيلون احنا تحب نوريهم لكم انا شفتهم من قبل سي لي بيلون سيرتيفي يعني سيرتيفي كلش مليار و300 هذه غير في البالون مخلصينها من جيبنا وما كان حتى مساعدة إلا رئيس البلدية يبعثنا عند كاش معناتها واحد أونتربرينور شحال يعطيكم هذا 30 مليون معليش نزيد نشكره أعطاني 30 مليون نقول له لا نقول له يعطيه الصحة ولي دروا لي دروا دونجاجمون ما يخلصوها منكمش احنا نخلصوها دونجاجمون 150 احنا نخلصوها احنا نخلصوا كلش عندك هنا حاب يشوفوا الصورة هنايا كبر الصورة باش تشوفها باللي هذا هو البيلون عندي كاع لي بيلون ما كاش منها ما كاش لي بيرو حنا نبدا من نهضروا مع شكون المشكل صابلوك او نيفو دو دي جي اس هو يقول لك دي جي اس انا بعت الولايه الولايه ما بعتوليش دوك فهم روح فهمونا انا من بكري صعيب دي جي اس اللي كان قبل كنتو كان لا احنا ملي راح دي جي اس طارق كلاش عندنا هذا المشكل بصح احنا طلعنا استقبلنا شحال راكو فرق اللي راكو في نفس المشكل هذا رانا في التروازيام ديفيزيون رانا الرغايه تقصراين بن عكنون هادو تاع القسم الثالث والقسم الثاني معناتها تابعين لا سيفونسيون اول خطره بصح صح معليش هو او يقول بانكم ربما ما يقولوا بلي انتم رؤساء النوادي ما اعطيكمش اموال الوغ هذا حقكم يجي من لا دي جي اس باش تعاون الانديه الهاويه الدوله عطاتنا الدوله عطات لكم صح هو ماشي يمد لكم العام دوكا عام ونص ما مد لكم صح علاه ما يخلصوكمش على الاقل
انجاجمون. اي والله صرات في لوامير تو مثلا لوامير ثاني مساكن هذا العام سفره من طمح يا خويا ما تعطيش للرئيس ما تمناش عم ديرك الكوت الكوت انا يا خويا فيري من الكوت تاعك الكوت من بعد نحي لا سيفونسيون ونحي انا ما تعطينيش عندك كيما تقول 120 تاع 120 مليون تاع لونجاجمون خلصها خلصها ما تعطيش الكوت تاعك مباشره الكوت انا كي نهضر معاهم هكذا انا ماشي مع انت راني ندير فرق بين دي جي اس اللي فات وهذا دي جي اس نورمال هذا دي جي اس لازم هو يقفز هو يروح يقول لي قال لي الوالي ما عطانيش وتبقى لي تبقى لينا راه الدار مع الوالي احنا طلعنا عند الوالي قالنا لازم يجوا ربع لي بريزيدون استقبلنا اللي فات معكنا حاوه دوك احنا ما فهمناش من شكون دركا كي تروح تقول لك ما عندكش او كاين البيلون ها سيرتيفيك من عندكم يسالكم بدراهم منها مليار و300 غير في البالون خلينا والفروع الاخرى هم عندهم لي بيلون تاعهم ثاني كيما 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 فريق تاع عين البنيان راهم يعاودوا او يعاونوهم يعاونهم متعامل وحده اللي عنده تاع اللعب تاع الاطفال وكذا هو اللي راه يعاون في النادي وعندهم دي عندهم مثلا دي فروع اخرى تاع السيكليز معروفين كاين فروع اللي حبسوا لانه ما كاش مساعده تاع الدوله عندهم واقي الباسكت جاب لهم كي تحبسهم هذوك لي جون يروحوا ربما يروحوا الحوايج وحده اخرى يروحوا المخدرات يروحوا على الاقل بالمفروض ما يديروا لا براتيك مي براتيكيو سبور تعاونهم البلديه وتعاونهم دي جي رضوان خويا احنا هذو دي سوم صغار الله يكتب الرئيس مولاك طبعا قال مدوا للرياضه بالقانون عندكم ماشي تبزع الاموال انت كي يجيبك واش راح تعطي له يجيب لك البيرون واش خسر الجوز عنده كان هاكي قال تبعوا عندك الاكسبير تاعك كونترولوني واش درت بصح ماشي وين راحوا الاموال وين راحوا ها عندك البيرون تبعني انا دوك ماشي تحاسبني انا خرجت من جيبي خرجنا من جيبي مليار و300 بلا حاجه واحده اخرى بلا لي دون كان اللي عطاونا دون ما درناش خاطر دون ما تقدرش ديرو عطاه دون الفارق ما نقدرش نديرو بها الحاسب ديالي 30 مليون 20 مليون كان يمد يغيدوا الحال ايماجيني دوكا يرحم والديك عام ونص الفرق ما دخلت الدوله الا رئيس المحكمه راه كتب له هذيك رئيس البلديه رئيس البلديه الله معناتها راه قيس قيس افقر بلديه في الجزائر بوروبه تمد سيفونسيون تاعها 30 مليون 30 مليون تشري بها واش تشري بها؟ ليكيبون البارونات واش غير ليكيبون ليكيبون تجيك ب 30 مليون هاي 90 الفوق انا هذا الواقع شحال تشري سيرفيتمون هاي 400 وزاد تشري كاع لي كاتيغوري لي كاتيغوري سينيور احنا حبينا نعرفوا البلوكاج وين راه لي من لي من انا نشكر هذه القناه اللي هاي توري في الحقيقه ماذا بيا رد الفعل تاع السلطات المعنيه انا ما نحصلش في الكبير كاع نحصل في تحت اللي يلعب الكوارت هذا اللي يلعب الكوارت تاعو راه يعطيني ليا دراهم انايا يا اخي راه يعطيني الكونت يا اخي كاين ان كونت يدخلوا وكاين محاسبه كاين ها كاع كاع لي بيلون مدي من الفام مدي من حنا انا نخدم البيلون نخلص كوميسار الكونت بالدراهم ما ندخلوش مين بافي هذه الاسئله بصح سي با نورمال انت تجي هنايا تقول لي باللي كاين جمعيه تسرقوا حاسب الجمعيه ما تجيب لكش البيلون بصح اللي يجيب لك البيلون خلاص